بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الإلكتروني المدمج، مع بعض دلوقتي في ثالث موضوع من موضوعات الرياضة. موضوع لذيذ قوي اسمه المصفوفات. المصفوفات، تعال نشوف المكونات بتاعت الموضوع ده. في عندنا تعريف المصفوفة، درجة المصفوفة، أنواع المصفوفات المشهورة، العمليات الحسابية اللي بتتم على المصفوفات من جمع وطرح وضرب. تعال الأول نبص على التعريف. بيقول لك المصفوفة عبارة عن مجموعة من الأرقام أو العناصر مترتبة في شكل صفوف وأعمدة. بس ناخد بالنا بقى، مختلف عن المحدد في إيه؟ لا يشترط هنا إن يكون عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. طب في اختلاف تاني؟ في اختلاف تاني، إن هي محاطة بقوسين، المحدد كان عليه خطين متوازيين، لان انا ما بحبش اللي يخلط بين ده وده. هتعمل مصفوفة يبقى تحط عليها اقواس، هتعمل محدد تحط عليه خطين متوازيين. ويرمز للمصفوفة باحد حروف الهجاء الكبيرة. امثلة المصفوفة اللي قدامنا دي، مصفوفة سين فيها صفين، الصف الاول 2 سالب 3 5، الصف الثاني 4 6 8. فالمصفوفة دي لما يجوا يقولوا رتبتها بيقولوا ان هي 2 في 3. ليه 2 في 3؟ عشان الصف بينطق قبل العمود، يعني انطق عدد الصفوف قبل ما انطق عدد الاعمدة، يبقى دي مصفوفة 2 في 3. المصفوفة اللي بعدها 3 في 3. المصفوفة عين 2 في 2. يبقى معنى الكلام ان ممكن تكون المصفوفة مستطيلة وممكن تكون مربعة، مفيش مشاكل خالص. بس ناخد بالنا من الحاجتين دول، ان هي محاطة بأقواس، وتاني حاجة لا يشترط ان الصفوف تساوي الاعمدة. طب تعالى نتكلم عن درجة المصفوفة. درجة المصفوفة معناها عدد الصفوف في عدد الاعمدة. خد بالك الصفوف بتسبق الاعمدة في النطق وفي الكتابة، مع مراعاة ان كتابة عدد الصفوف يسبق كتابة عدد الاعمدة، ويتم كتابة الدرجة تحت المصفوفة من الجانب الشمال، من الجانب الايسر. فالمصفوفة مثلا اللي قدامنا دي مصفوفة سين 4 5 1، زي ما انت شايف محاطة بقوسين، رتبتها 3 في 1. ليه 3؟ عشان انا معايا 3 صفوف ومعايا عمود واحد اللي هو 4 5 1. بالنسبة للمصفوفة صاد، انا شايف ان فيها 1 2 3، فيها 3 صفوف وفيها عمودين، تبقى دي رتبتها 3 في 2. النقطة اللي بعد كده معانا انواع المصفوفات المشهورة. في مصفوفة اسمها المصفوفة المربعة، وهي التي يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الاعمدة، زي المصفوفة سين زي ما انتم شايفين كده 2 في 2، والمصفوفة ص 3 في 3، دي مصفوفات مربعة. في مصفوفة اسمها السفرية، دي بيبقى كل عناصرها صفار. في مصفوفة بتبقى مستطيلة، عدد صفوفها لا يساوي عدد اعمدتها. تعال بقى نتكلم عن النقطة اللي باقية في الموضوع، اللي هي العمليات الحسابية على المصفوفات. عايزين نتعرف ازاي بنجمع المصفوفات، ازاي بنطرحها من بعضها، ازاي بنضربها ببعضها. هناخد الجمع والطرح مع بعض. ليه؟ عشان الشرط اللي مطلوب للجمع هو نفس الشرط اللي مطلوب للطرح. ايه هو الشرط ده؟ ان لازم تكون المصفوفات من نفس الدرجة، يعني متساوية. طب ازاي بيتم الجمع والطرح؟ سهلة، بنجمع كل عنصر على العنصر المقابل له في المصفوفة التانية، يعني كل عنصر يتجمع على نظيره في المصفوفة التانية. طب تعال نشوف امثلة على الجمع والطرح. انا مديك في المثال دوت مصفوفة اسمها سين ومصفوفة اسمها صاد، وبقول لك عايزين سين زائد صاد وسين ناقص صاد. فبتقول لي ماشي، اول حاجة سين زائد صاد ينفع يتجمع ولا ما ينفعش؟ انا شايف ان المصفوفة سين 2 في 2 والمصفوفة صاد 2 في 2 ايضا، يبقى ينفع يتجمعوا عشان هما من نفس الدرجة. بجمع ازاي؟ بروح اجمع الاثنين على الاثنين اللي قصادها الناحية التانية، واجمع الخمسة على الواحد اللي بيقابلها الناحية التانية، واجمع الثلاثة من المصفوفة سين على الزيرو اللي بيقابلها في المصفوفة صاد، وبحط نتائج الجمع زي ما انتم شايفين بعد علامة يساوي. فيطلع الناتج مصفوفة 2 في 2 من نفس درجة السين ومن نفس درجة الصاد. الطرح نفس القصة، بس بنعمل ايه؟ بنطرح العنصر الاول ناقص الاول والتاني ناقص التاني.
يعني بنقول 2 ناقص 2 5 ناقص 1 3 ناقص 0 4 ناقص 3 ونحط النتائج في مصفوفة جديدة اسمها مصفوفة الناتج. في ملحوظة، لو اديتك مصفوفات وبقول لك اجمعها او اطرحها وما لقيتش الشرط ما لقيتش الشرط موجود، تكتب لي كده لا يجوز الجمع، تكتب لي لا يجوز الطرح لان الشرط غير موجود، مفيش مشكلة. التمرين ده يوضح الموضوع دوت. انا عندي ثلاث مصفوفات، مصفوفة س 2 في 3 والصاد 2 في 3 والعين 2 في 2. بقول لك يوجد س زائد ص، اهي دي ممكنة لان دي زي دي 2 في 3 و2 في 3. وجد س ناقص ص برضك دي ممكنة، ووجد س زائد عين دي اللي هتبقى مش ممكنة. ليه مش ممكنة؟ واضحة جدا، المصفوفة اللي فوق 2 في 3 واللي تحت 2 في 2. طب تعالى نشوف الحل هيمشي ازاي. حطيت قدامي السين والصاد فوق اهمت، وهبدا اقول له سين ناقص سين زائد صاد بتساوي، وابدا اجمع 4 و1 يطلع 5، احطها في المصفوفه الجديده. 5 و7 12، 8 و6 4، 8 و6 15، لا 8 و6 14، في غلطه هنا، ال 15 دي المفروض تبقى 14، ال 15 اللي هي ثالث حاجه في الصف. وهكذا 2 زائد 2 ب 4، 0 زائد 6 ب 6، سالب واحد يتجمع على الستة يطلع خمسة. بعد كده تعالى نعمل السين ناقص صاد، هيبقى اربعة ناقص واحد تطلع تلاتة، خمسة ناقص سبعة تطلع سالب اتنين، تمانية ناقص ستة تطلع واحد، اه دي غلطة. الغلطة سببها ايه بقى؟ ان المصفوفة صاد الستة اللي في الاخر دي مفروض انها سبعة، فعشان كده عملت غلطة في الجمع وفي الطرح، بس انتوا واخدين بالكم منها. بالنسبة للسطر الثاني تعالى نطرح، 2 ناقص 2 يتبقى هنا 0، 0 ناقص 6 يتبقى ناقص 6، ناقص 1 ناقص 6 يتبقى ناقص 7. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي عاوزين س زائد عين، بحط الس قدامي والعين قدامي، دي رتبتها 2 في 3 ودي رتبتها 2 في 2، فأقول له لا يجوز الجمع لعدم توفر الشرط. يبقى عرفنا ازاي هنرد لو المصفوفات مش من نفس الدرجة، أقول له لا يجوز الجمع. تعالى بقى نتكلم عن ضرب، موضوع الضرب في المصفوفات. اول حاجة عاوزين نتعلم ازاي نضرب رقم في مصفوفة. القاعدة بتقولك اضرب الرقم في كل عناصر المصفوفة. مثال، لو عندي مصفوفة اسمها سين فيها الاربع عناصر دول، خمسة واثنين وثلاثة وثمانية، وبقولك اوجد خمسة سين، تقول لي حاضر، خمسة سين بتساوي، تروح تضرب الخمسة في كل رقم جوه، 5 في 5 ب 25، 5 في 2 ب 10، وتحطها في الاماكن بتاعتهم، 5 في 3، لان الترتيب والتنظيم مهم في المصفوفات. المصفوفات اصلا يعني اساسها الترتيب. 5 في 8 ب 40. يعني ما تحطش عناصر في اي حته، هتضرب في العناصر في اماكنها. تعالى بقى نتكلم على ضرب مصفوفتين في بعض. دي اللي عايزه تركيز قوي قوي منك، لان فيها شرط عجيب قوي. بيقول لك يشترط ان عدد اعمده المصفوفه الاولى تساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. عشان الكلام ده يوضح في مثال اهو، لو عندي مصفوفه اسمها س رتبتها 2 في 3 ومصفوفه اسمها ص رتبتها 3 في 3، خد بالك الس مستطيله والص مربعه، وبيقول لك عاوزين نضرب س في ص، هل يجوز نضرب س في ص؟ قال لك اه ينفع. ليه بقى؟ لان الشرط متوفر. الشرط بيقول لك عدد اعمده الاولى اللي هو 3 يساوي عدد صفوف الثانيه اللي هو 3. طب لو حبيت تجيب العكس، حبيت تضرب ص في س، تعالى بدلهم، الص هتيجي في الاول تبقى قدامنا في الاول اهي، رتبتها كام؟ 3 في 3، والس رتبتها 2 في 3. لما تيجي تحاول تضربهم في بعض مش هينفع الضرب. ليه بقى؟ لان الشرط مش متوفر، لا يجوز الضرب، لان عدد اعمدة الاولى 3 لكن عدد صفوف التانية اللي هو السين عدد صفوفها 2، فده مش زي ده، اللي جوه مش زي اللي جوه، اللي جوه مش زي اللي جوه. طيب يعني ايه اللي جوه مش زي اللي جوه؟ اصل انا بعتبر ان الاعمدة بتاعت الصاد اللي هي 3 دي هي والصفوف بتاعت السين اللي هي 2 يعتبروا 2 من الداخل مقابلين بعض، جوه التلاتة جنب الاتنين مجاورين بعض.
برغم ان دي في مصفوفة ودي في مصفوفة، بس التلاتة بتاعت الصاد قريبة من الاتنين بتاعت السين. تعال نشوف ازاي بيتم موضوع الضرب. لو معايا مصفوفة اسمها سين 2 في 2 ومصفوفة اسمها صاد 2 في 3، وجي قال لي اوجد حاصل ضرب سين في صاد، لما يقول لي اوجد حاصل ضرب سين في صاد اول حاجة اعملها اتأكد من الشرط، الاقي الشرط متوفر. ليه بقى؟ لان عدد اعمدة السين 2 وعدد صفوف الصاد 2، فالشرط متوفر كده يجوز ان انا اضرب الاتنين في بعض، فبقول له يجوز اجراء الضرب. تعالى نشوف بقى ازاي يتم الضرب، كيف نقوم بعملية الضرب. بنحط المصفوفتين جنب بعض، بص كده تحت البرواز دوت في الحتة بتاعت التطبيق وركز معايا، ازاي اضرب المصفوفة الصغيرة دي في المصفوفة المستطيلة اللي جنبها؟ سهلة قوي. قال لك باخد الصف الاول اللي هو 2 5، باخد الصف الاول من المصفوفة الاولى اروح اضربه في كل اعمدة المصفوفة التانية. ازاي الكلام ده؟ يعني اخد 2 5 اروح اضربها في اول عمود اللي هو 3 1، وبعد كده احط النواتج في مصفوفة جديدة، وبعدين اخد هي الـ2 5 اروح اضربها في العمود اللي بعديه اللي هو 5 6، وبعد كده اروح اضربها في 2 4. طب ازاي هاخد 2 5 اضربها في كل الاعمدة دي؟ سهلة، لما اجي اضرب 2 5 في 3 1، الاتنين تروح للتلاتة والخمسة تروح للواحد. لما اجي اضرب 2 5 في 5 6، الاتنين تروح تضرب في الخمسة والخمسة تروح تضرب في الستة. لما اجي اضرب 2 5 في 2 4، الاتنين تروح تضرب في الاتنين والخمسة تضرب في الاربعة. فبقول له 2 في 3 زائد 5 في 1، يبقى ده كده اول عنصر في الناتج. بعد كده 2 في 5 زائد 5 في 6، ده تاني عنصر في الناتج. 2 في 2 زائد 5 في 4، ده تالت عنصر في الناتج. بحط الحاجات دي كلها في الصف الاول في الناتج، ليه؟ عشان انا استخدمت الصف الاول، فبالتالي لازم احط النتائج في الصف الاول. طالما خدت الصف الاول خلصت بيه مع كل الاعمدة، يبقى لازم احط النتائج بتاعته في الصف الاول. تعالى نبص على ايه الصف التاني اللي هو 3 1، نفس اللي عملناه فوق مع 2 5 هنعمله مع 3 1. هاخد ال 3 1 اخلص بيها مع كل الاعمدة. ازاي اخلص بيها مع كل الاعمدة؟ سهلة قوي. هاخد 3 1 اضربها مرة في 3 1، ومرة اضربها في 5 6، ومرة اضربها في 2 4. ازاي؟ باخد 3 في 3 1 في 1، وبعدين 3 في 5 زائد 1 في 6، 3 في 2 زائد 4 زائد 4 في 1. يبقى انت خدت بالك بقى ان احنا خدنا الصف الاول خلصنا بيه مع كل الاعمدة، وبعدين رجعنا خدنا الصف التاني خلصنا بيه مع كل الاعمدة. بتفكرني بعملية فك الاقواس. يعني انت سعادتك بتمشي كده، شايف السهم اللي انا برسمه ده فوق المصفوفة الاولى، بروح اخلص بيه مع الاعمدة اللي في المصفوفة التانية، بس السهم طالع مش مستقيم، مش اتجاهه مش سليم كده. بس ايه، ناخد بالنا ان انا بضرب صف في عمود. بضرب ايه يا جماعة؟ بضرب صف في عمود. فبروح اخد الصف الاول اللي هو 2 5 ده، اخلص بيه مرة مع العمود الاول، ومرة اروح اضربه في العمود التاني، ومرة اضربه في العمود التالت، واحط النتائج في الصف الاول زي ما انتم شايفين اللي انا بشاور عليه بالنقطة السوداء. ليه حطيتها في الناتج في الصف الاول؟ علشان انا خدت الصف الاول خلصت بيه مع كل الاعمدة. بعد كده بروح اخد الصف التاني اللي هو 3 1، اخلص بيه مع كل الاعمدة، واحط النتائج في الصف التاني اللي انا بمشي عليه النقطة السوداء. بعد كده بيحصل عملية التجميع، ويطلع لي الناتج في الاخر 11 40 24، 10 21 10. يبقى انا كده ضربت مصفوفتين في بعض. دي القصة بتاعت الضرب.
مسألة تانية على الضرب، المسألة مديك مصفوفة سين 3 في 3 ومصفوفة صاد 3 في 2، وبيقول لك هات لنا سين في صاد وصاد في سين. تعال نتأكد من توفر الشرط بالنسبة لسين في صاد. انا شايف ان سين 3 في 3 وصاد 3 في 2 الشرط متوفر. ليه؟ لان عدد اعمدة السين 3 اللي هو تاني رقم بتساوي عدد اعمدة الصاد اللي هي بتساوي عدد صفوف الصاد اللي هي 3 اللي هي اول رقم 3 في 2 اول رقم فيها 3. نحط المصفوفتين جنب بعض ونبدأ نضرب صف في عمود اكن بفك اقواس بالظبط. بضرب صف، شايف اتجاه السهم معايا، بضرب صف في عمود فبروح اضرب الخمسة في تلاتة والسالب واحد يتضرب في الواحد والواحد يتضرب في الاتنين، وبعدين اخد نفس الصف اخلص بيه مع العمود اللي بعديه، خمسة في اتنين سالب واحد في تلاتة واحد في واحد، واحط النتائج في الصف الاول. بعد كده امسك الصف التاني اخلص بيه مع كل الاعمدة اللي في المصفوفة التانية بنفس الطريقة واحط النتائج في الصف التاني. بعد كده اخد الصف التاني التالت اسف 2 4 6 واخلص بيه مع كل الاعمدة. يعني اخد الاتنين دي اضربها في التلاتة، 2 في 3 زائد 4 في 1 زائد 6 في 2، كده خلصت بيه مع العمود الاول. اخلص بيه مع العمود التاني 2 في 2 زائد 4 في 3 زائد 6 في 1. بعد كده بلخص عمليات الضرب والجمع دي في رقم واحد، يعني ابدا ادخل الحاجات دي على الاله واطلع النتيجه، فيطلع لي المصفوفه 3 في 2 زي ما انتم شايفين. الملاحظ على المصفوفه اللي طلعت انها 3 في 2، هتقول لي طب ايه الغريب يعني فيها؟ اشمعنى 3 في 2؟ اقول لك، مش انت وانت بتشوف الشرط بتقول ان عدد اعمده الاولى يساوي عدد صفوف الثانيه، يعني الثلاثه اللي هي ثاني رقم في الرتبه بيساوي الثلاثه دي اللي هي اول رقم في الرتبه بتاعت الصاد؟ اقول لك اه. هيتبقى ايه بعد ما تشوف تحقق الشرط والثلاثه مع الثلاثه؟ هيتبقى لك من الناحيه دي على الطرف ده ثلاثه وعلى الطرف ده اثنين. خد بالك انا بشاور على الرتب دي. انت بتقول ان اللي جوه زي اللي جوه، ان التلاتة دي زي التلاتة دي، يبقى كده الشرط متوفر، دي علامة يساوي يا جماعة، بس فاتحة بقها ناحية الشمال. طيب لما شفت الشرط التلاتة زي التلاتة، متبقى ايه من هنا ومتبقى ايه من هنا؟ بعد ما شفت الشرط متبقى من هنا تلاتة ومتبقى من هنا اتنين، هو ده اللي بيطلع في الناتج، تلاتة في اتنين. بالنسبة لتاني مطلوب صاد في سين، الصاد في السين زي ما احنا شايفين مش هينفع يتضربوا ببعض. ليه بقى؟ لان الصاد 3 في 2 والسين 3 في 3، فهنا اللي جوه مش زي اللي جوه، يعني الاثنين مش زي الثلاثه، فانا مشاور عليهم بقوس وكاتب لا يساوي، يبقى الشرط مش متوفر وبالتالي لا يجوز اجراء عمليه الضرب. في ختام المحاضره، في مجموعة واجبات مطلوب ان انت